السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في قناتكم دعم مدرسي، وفي حلقة اليوم سنتطرق لموضوع في مادة التاريخ بالنسبة لمستوى السادس ابتدائي، وموضوعنا تحديدا هو المغرب مهد الإنسان العاقل. لكن قبل البدء في تفاصيل مادة موضوع اليوم، أدعوكم مجددا إلى دعمنا ودعم القناة، وذلك بالضغط على زر الاشتراك. وكذا لا تنسوا من فضلكم أن تنقروا على الجرس الصغير جرس التنبيهات ليصلكم جديد القناة، وخصوصا أن تدعمونا بلايك وأعجاب للفيديو، شكرا لكم. إذن كما قلنا، موضوعنا لحلقة اليوم المغرب مهد الإنسان العاقل. إنسان جبل إيغود، عصور ما قبل التاريخ. أولا، العصر الحجري الأعلى. ثانيا، العصر الحجري المتوسط. ثالثا، العصر الحجري الأسفل. تتبوأ المغرب بفضل اكتشاف إنسان جبل إيغود مكانة مرموقة جعلته يعتبر مهدا للإنسان العاقل، فضلا عن كونه يحتضن كثيرا من مواقع إنسان ما قبل التاريخ. شكل اكتشاف بقايا الإنسان العاقل، والذي يرجع عمرها إلى حوالي 300,000 سنة بجبل إيغود بمنطقة اليوسفية، آسفي، حدثا عالميا خارقا. فقد أرجع ب100,000 سنة إلى الوراء تاريخ ظهور الإنسان العاقل، بعدما كان يعتقد أنه ظهر منذ 200,000 سنة جنوب إفريقيا، وبالتالي أصبح مهد ظهوره في شمال إفريقيا المغرب، وليس شرقها أو جنوبها. كما يعتقد سابقا، وظهر الإنسان العاقل أول مرة
في إفريقيا، ثم انتشر في آسيا وأوروبا، وهو يتميز بصفات وخصائص جسمانية تشبه خصائص الإنسان الحالي، من حيث طول القامة وشكل الجمجمة والأسنان. وإلى هنا نكون قد أنهينا موضوعنا لحلقة اليوم، نضرب لكم موعدا في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، وإلى ذلك الحين رافقتكم السلامة، ولا تنسوا دعمنا ودعم القناة، وذلك بالضغط على زر الاشتراك، وكذا لا تنسوا من فضلكم أن تنقروا على الجرس الصغير جرس التنبيهات ليصلكم جديد القناة، وخصوصا أن تدعمونا بلايك وأعجاب للفيديو. شكرا لكم وإلى اللقاء. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.